رح نتابع حلقتنا مع الهندسة الزراعية مع الدكتور مارك زيدان، مارك أبو زيدان، صحيح. يلي رح يحكي عن تمكين المرأة الريفية بمجال الزراعة والصناعة الغذائية. أهلا وسهلا فيك. مصور أهلا وسهلا فيكم. موضوعنا اليوم بيتزامن مع اليوم العالمي لتمكين المرأة الريفية واليوم العالمي للغذاء. صحيح. خبرنا شوي شو أهمية المرأة الريفية. أول شغلة ب 15 تشرين الأول من كل سنة بيسائب اليوم العالمي لتمكين وتدعيم المرأة الريفية حول العالم أكيد. وب 16 تشرين الأول من كل سنة كمان بيسائب اليوم العالمي للغذاء. يعني هذه معلومات نحن يمكن شوي بعاد عنا يمكن لأنه مش عايشينا. نحن بلبنان نقدر هيك نحتفل بهيدا النهار، شو بيصير بهيدا النهار عادة؟ هلأ للحقيقة أنا كأستاذ جامعي وكشخص مطلع على هالأجواء صار لنا من أول تشرين الأول عم نعمل نشاطات تسقيفية، نشاطات تصنيعية وتعليمية للنساء الريفية ولطريقة تسويق المنتجات الريفية، لأنه هن بصميم هالنهار العالمي للمرأة الريفية وللغذاء بحد ذاته. صحيح. إذا أهمية المرأة الريفية شو هي الأهمية؟ أهمية المرأة الريفية أول شغلة بتكون على عدة أصعدة، بس أهمية النهار بحد ذاته وبالتالي النهار 16 شهر، فإذا 15 تشرين الأول و 16 تشرين الأول متزامنين وراء بعضهم وراء بعضهم، يعني منظمة الأمم المتحدة حطتهم وراء بعضهم نظرا لترابطهم. المرأة الريفية بمجال الغذاء بينت أنه هي أساس من الأسس التصنيعية والمستدامة. يعني لما نحكي عن المرأة الريفية ما فينا إلا ما نحكي عن الغذاء. إذا بناخذ على سبيل المثل بلبنان، لما نحكي لبنان مرأة ريفية وصناعة غذائية بنحكي عن المونة اللبنانية. اي صح. وهون بحلقتنا هلا رح نتطرق شوي صغير على المونة اللبنانية بشكل خاص. بس إذا ما نحكي عن المرأة الريفية بشكل عام بتبين انه الارقام انه 45% من اليد العاملة حول العالم بالقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي بيعتمد على المرأة، على المرأة الريفية. صحيح. هل في صعوبات عم تواجه المرأة الريفية؟ هل بحاجة لدعم؟ كيف عم ندعمها لحتى نوصل كمان لسلامة الغذاء كمان؟ أكيد. هلا اذا بناخذ هالرقم 45% بنشوف مقابله ارقام ثانيه، مثلا الاستملاكات، استملاك الاراضي عالميا المرأة بتملك 20% فقط من نسبة الأراضي الإجمالية الزراعية. بلبنان بعد رقم متدني أكثر بكثير بيوصل ل 3%. يعني المرأة بلبنان تملك 3% من الأراضي الزراعية و 3% من المصانع التحويلية الغذائية. لأنه في مزارع أكثر ما في مثلا مزارعة، أو لا، مصنع أكثر ما في مصنعة. هون هلا مثل ما قلنا يعني نحكي رجل ومرأة هون، مثل ما قلنا إنه 45% من اليد العاملة بالقطاع الزراعي والصناعة الغذائية هن نساء، بينما هال 45% ما بيملكوا إلا 3% من الأملاك الزراعية والصناعة الغذائية. يعني هون في عنا خلل كبير بالتوازن. يعني عم تقدم جهد جسدي وعم يطلع لها القليل، يعني هي عم تعمل كل شيء وعم يطلع لها. كيف فينا نساعد المرأة الريفية؟ هلا عالميا المنظمات الدولية والمحلية عم تشتغل على تدعيمها من خلال تعليمها وتدريبها على كيفية تصنيع وكيفية الزراعة بشكل أفضل. وهلأ عالميا عم نحكي عن feminization of agriculture، إذا بدنا نسوانة الزراعة، لأنه هن بشكله العنصر الأساسي بالزراعة. إذا نرجع على لبنان، لبنان موجود فيها مرأة ريفية بعد موجودة أكيد بالمجتمع. أكيد. يعني عم نحكي عن دور اعطيتنا نسبة كتير عالية، ولو إنه ما بتملك غير 3%. صحيح. ولكن قدي عن جد هي فعالة، هي مثل حبة الخميرة مثل ما بقولوا. يعني لو ما المرأة الريفية ما في عنا صناعات تقليدية بلبنان، ما في عنا فإذا مونة، ما في عنا أكل لذيذ وصحي نتمتع فيه. وقد مهم يكون عنا هذا الشيء، يعني أولادنا عم يأكلوا كتير أشياء فاست فود وأشياء من السوبر ماركت. تعرف حتى الحلو أنه بالسوبر ماركت صرنا عم نلاقي أشياء أكل مصنع من المرأة الريفية. صحيح. وهالشيء كتير مهم يعني، وانا اكثر وحده بشتري يعني. برافو. يعني انا الهدف من هالحلقه هو نضوي على هالمنتجات الريفيه التقليديه اللي اصلا عم بيصير فيه مثل ما حكينا تدريب وتوعيه عند المراه الريفيه على كيفيه تصنيعهم بشكل سليم وبيناسب المستهلك. وهافيديوتي كمان انه بفيك تحطهم بالفريزر وبتسيد بتطبخهم بس بدها مثل الفاست فود مثل اي اكل تاني. هلا اجمالا تعريف المونه، بما انك ذكرت الفريزر، تعريف المونه هي منتج غذائي بيصنع بأسس وبسبل بسيطه مثل التخمير،
مثل زيادة الملح والسكر، عم نحكي عن مؤددات أو مخللات، عم نحكي عن مربيات مثل التقطير، مثل التجفيف بكل بساطة، عم نحكي عن كل الأعشاب. يعني في عنا قامة كتير كبيرة والهدف منها أنه تنحفظ خارج البراد، يعني ما بدنا حتى طاقة لنحفظها. هيدا أهمية المونة. يعني دكتور مايك إذا رح تكون معنا بهيدا السيزن لحتى نحكي عن أهمية المونة وشو هي المونة وكيف نحضر المونة وكيف نحفظها. طبيعي. اليوم شو بدك تحكينا عن أي مونة وكيف منحضرها؟ هلا نحن بموسم كتير عم بيتم تحضير. صحيح. نحن هلا مواد ومنتوجات متعددة ساعدنا شوي. هلا بالحلقات القادمة إن الله راد الحلقة الجاية بركي نعمل كبيس سوا حتى نشوف كيف منحضر الكبيس حتى نحفظ حيلا منتج مثل الخيار مثل اللوبيا مثل يعني منتجات كثيره ممكن نحفظها من خلال الكبيس او التكبيس. يعني خل وملح نحن هون عم نحكي. صحيح. خل وملح ومي، يعني نستعمل سوليوشن سالين او مي مالحه بنسبه 10% مقابلها ثلث كميه الليكيد بتكون خل. يعني شو مهمه التوعيه يعني حتى ل ست البيت انه كمان أكيد. مش بس المراه الريفيه بتفهم هالقصص، لازم كمان ست البيت تكون عندها فكره. هلا هون في عنا يعني الدور الاساسي من التوعيه هو بيجي على مرحلتين، واحد للمراه الريفيه حتى تقدر هي تصنع ويزيد انتاجها ويزيد مدخولها وبالتالي تزيد مدخولها للمنزل. وبنعرف كثير منيح بين الدراسات انه المراه الريفيه العامله تصرف او بتميل لانه تصرف اكثر من 90% من مدخولها لعائلتها، فاذا لتعليم اولادها لتغذيه اولادها ولطبابه اولادها مقابل 70% للرجل. يعني اجمالا الرجل بميل انه يصرف برات البيت شوي صغيره مصاري اكثر. يعني مصروف البيت على المراه وعلى السيده. صحيح. لانه من طبيعه حنانها يمكن لعائلتها واهتمامها هذا الشيء بحفزها انه تصرف مصاري اكثر. دونك لك كده دكتور ماك زيدان ابو زيدان، نحن رح نكون معك الاسبوع المقبل رح حتى تحكينا اكثر عن المونه، رح نختار منتوجات معينه، رح نكبس الله راد مخللات نحن وياك حتى نعلم تطبيقيا السيد، ونحن اكيد نتعلم أكيد. كيف بدنا نحفظ مونتنا. رح نجرب الاسبوع القادم نعمل كبيس بطريقه علميه وبطريقه نوعيه بشكل انه نحافظ على هالكبيس لفترة زمنية طويلة. يعني الكبيس مثل الحياة لنوع مونة تاني ممكن يتعرض لمشاكل القشرة البيضة اللي منشوفها ما نعرف بركي جمعة تجي منعرف شو هي ومنعرف كيف نتفاداها، كيف أسرارها لحتى ما نتسمم ونحفظ المنتوجات الغذائية بطريقة سليمة وصحية. أهلا وسهلا فيك دكتور مارك بوزيدان، وأكيد نلتقي الأسبوع المقبل حتى تحكينا كل هالتفاصيل. المرأة الريفية أكيد بتحضر بعتقد المغربية بطريقة كتير طيبة، كمان بطرابلس بحضروا المغربية بطريقة مختلفة وأكيد طيبة، رح نشوف سوا بهالريبورت.